لا توجد اثار لليهود في القدس، لا في كل انبياء اليهود، لا ما فيش لهم تاريخ. الناس بتنسى، اي في حكومه اسحاق رابين الاولى في اوائل الثمانينات، وانا كنت في امريكا وادرس تاريخ في الولايات المتحده في جامعه جورج تاون، حفر تحت الحرم الشريف ووجد اثار قصر اموي، ما لهم اثار، لا فيها هيكل سليمان ولا غير سليمان، لا فاتوا على بلادنا ولا طلعوا منها، ما كانوا في مصر ولا كانوا في سيناء. ارجو ان تسال الدكتور زاهي حواس عن مدى ما وجد من اثار لليهود في مصر وفي سيناء. هذا كله ما يسموه المؤرخون المعاصرون وبينهم يهود، هذه كل خرافات توراتيه. الدين الاسلامي نزل في ضوء التاريخ، كان ياتي الوحي للنبي يقوله ويسجل في يومه في ساعته. الدين المسيحي سجله تلاميذ المسيح بعد 40-50 سنه، كلهم موجودون وكلهم احياء. الدين اليهودي يا ست سجل بعد 1000 سنه، مثل انا وانت نقول شو قالوا لنا اهلنا عن الحروب الصليبيه، والحروب الصليبيه قبل 800 سنه مش 1000. هذا الدين خرافي، يجب ان نطلع من اي يجب ان نقطع علاقه الاسلام بهم. هذه انبيائهم ليسوا انبياء المسلمين، يجب ان يكون هناك الجراه عند علماء المسلمين يفهمونا يا اخي هذول الجماعه نصابين، لا يمكن ان يكون هذا الدين صحيح.